السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ طبعا احنا في موسم الطماطم دلوقتي، الطماطم دلوقتي يعني رخيصة مش غالية، فانت تاخدها فرصة بقى من طماطم كده رخيصة وتجيبي طماطم كده حلوة. وانا جبت طماطم وخزنتها صراحة وعصقتها، فانا هقولكم الطريقة انا عملتها ازاي. طبعا كلنا يا حبيبي عارفين ان الطماطم بتجيبيها تغسليها، وبعد ما تغسليها بتقطعيها حتت مكعبات وتمسكيها تضربها في الخلاط. بعد ما تضربها في الخلاط يا حبايبي بتمسكيها تصفيها تصفيه حلوه، وبعد ما تصفيها تطلعي القشره منها بتروح حاطه حل على النار وحاطه عليها الطماطم وسيبيها يا حبيبتي تتسبك كده من غير اي حاجه. حابه تحطي شويه ملح فيها حطي فيه، ما حبيتيش خلاص براحتك. وهتحسي بقى الطماطم بقى اتسبكت منك خالص خالص، تستني بقى اما تبرد يا حبايبي واوريكم سمكها بعد انا ما ايه سبكتها. شو جميله جميله يعني. وتقوم اتسبكت والقوام بقى كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. وكل سنه وانتوا طيبين طبعا، تخزنوها عشان رمضان. جيبي الكميه اللي انت تحبيه، الكميه اللي انت عايزاها جيبيها وخزنيه، بس يكون القوام كده حلو. شايفين يا حبايبي؟ وطبعا انا ما جبتها خلاص وسبكتها وسبتها ما بردت خالص. انت تحاولي ما تحطها في الكيس عشان تخزنيها، ما تحطهاش هي سخنه، لازم تبرد. بردت خالص تروح جايباها لاكياس ومخزناها فيها. طريقه سهله وبسيطه، مش متعبه ولا اي حاجه، وتبقى عندك في اي وقت تاخدي وتطبخي الطبخه منها وتحط بقى على جد طبختك كده في الكيس. فطبعا انا هجيب الكيس اهو حبايبي، حطي الكميه على جد الطبخه. بسم الله. نفضي كده يا حبايبي، شايفين يا حبايبي؟ يعني طلع اهم حاجه الهواء منها يا حبايبي كده. طلع منها الهواء كده. خربتين، شايفين يا حبايبي؟ على قد الطبخة بتاعتك، شوف طبختك قد ايه وتعملي ايه الكمية اللي انت عايزاها. حبيتي برضك تاخدي تعملي على قد الطبخة وحبيتي تزودي تاني، ممكن تطلعي الكيس تاخده نصه وتعملي نصه تاني، انت حسب كمية الأكل اللي انت هتعمليه. كده يا حبايبي. على فكره انا نسيت اقول لكم معلومه بردك تستفيدوا منها، لو لقيت الطماطم خضرة معاكي مش حمرة تجيبي بنجرايه وتمسكيها تنضفيها حلو وتقشريها وتضربها مع الطماطم وتسبك معاه، بتدي لون روعه. على فكره انا حاطه بنجر، يعني مش طماطم كده لونها دي الحقيقي، انا حاطه لها بنجر عشان بدي مخليها لونها محمره وبيدي الاكل ايه طعم جميل، وفي نفس الوقت البنجر مغذي، اي حاجه فيها بنجر بتبقى مغذيه. هنطلع بردك الهواء كده يا حبايبي، كميه الهواء. تعبيها كده سهله مش متعبه، وتطلعي ساعه الطبيخ الكيس بتاعك وتحطيه على طول على النار مباشره، سهله خالص وحلو، توفر وقت لك بقى في رمضان في عزومه، تبقى سهله ليك. طلعنا بردك الهواء، امسكي الكيس نربطه ربطه حلوه زي ما شايفين كده يا حبايبي.
طلعنا الهوا كده منها. وبسيطة وحلوة ودوقت الطماطم معاكي كويسة، وفي السوق مليان، مالية السوق دلوقتي ورخيصة، وتخزني بيها زي ما انت عايزة. وعلى الله يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، والطريقة يا رب تكون كويسة. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.